بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم في ليدليس مليسا كاينه رايحين نديرو ان ديسير اللي نحبوه كامل. ان ديسير يدك البارد، يعني على طول كما يقولوا على نديرو لو فري ديسير تاع لا كريم رونفيرسي او كراميل، اللي حنا نقولوا لها بصفه العاميه فلون كراميل. دونك هاد لو ديسير تبعوني ان شاء الله تنجحوا فيه. نوريكم يعني الطريقه الاصليه تاع هاد لو ديسير كما نقولوا حنا فاسون غرومير ولا ريسيت غرومير. فوالا. دونك لو ديسير هذا لازم لنا دو ايتاب ندوزو عليهم. ليتاب الاولى لازم ندوزو نخدمو كراميل. كراميل باش نوجدو كراميل، بون انا بدون فاسون جينيرال حنفهمكم هاد لو ديسير واش لازم له. لازم لنا زوج كيسان، هكذا كيسان كاس تاع غازوز انا نقولو يرفد 240 مليلتر. هذا الوغ لازمنا زوج كيسان سكر، واحد للكراميل وواحد لاكريم. الوغ انا الحاجة الاولى نسبق، بون قبل ما نسبق نكمل باقي الوصفات المقادير باردون. لازمنا ليترا تاع الحليب. الحليب لازم نغلوه يفيض، يعني لازم يلحق درجة الغليان. انا هذا الحليب حنحطه فوق النار يكمل الغليان تاعو، انا كنت حطيته قبل ودركا نعاود نرجعو. لازم يفيض، ناكد على هاد لو بوين. لازمنا لافاني ولازمنا البيض، 6 حبات بيض بوغ لا كونتيتي تاع ليترا حليب. دونك لي تستعمل ليترا حليب دير 6 حبات بيض، لي تستعمل نص ليترا حليب دير 3 حبات بيض. وهنا البيض يكون من النوع الكبير، واذا كان البيض تاعكم متوسط ولا شويه صغير ديروا 7 حبات. فوالا. دونك انا الحاجه الاولى نسبق فيها قلت لكم نحط كراميل تاعي نخدمها نخدمه. الوغ هذا الكاس تاع السكر نديرو له، عفوا ندير له جو في جوست نشمخ هذاك السكر ونحطه فوق النار يطيب يولي لي كراميل. دونك انا نسبق في هذا نحطه فوق النار او ميم طون نحط الحليب تاعي يغلي باش نزيد له هذاك الكاس تاع السكر. اون فافوار سا تو سويت. الوغ هاوليك الحليب تاعي راني حطيته فوق النار، هنا راهو حيفيض، يعني راهو لحق لدرجة الغليان. او ميم طون الكراميل راه يطيب. الوغ انا واش ندير دركا كي الحليب تاعي حيفيض، هنا دوك ندير له باردون فاني، ندير له ليكستري تاع الفاني، نحركو مليح، نحرك مليح هاديك الفاني في الحليب تاعي، أو ميم طون نزيد له هداك الكاس تاع السكر لي قلتلكم يرفد 240 مليلتر، ونحرك هكذا، ونطفي عليه، ونخليه يبرد تماما. لازم يبرد، ناكد مليح على هاد لو بوين، لازم يبرد باش من بعد كي نخلطوه مع البيض ما يخسرناش. دونك انا هذا نخلي السكر ولا فاني يبردوا فيه، نخليهم هكا دو كوتي. او ميم طون الكراميل تاعي راه يوجد حتى يولي لي حمر، هكذا يغلي حتى يولي اون كولور فونسي، تما نوريكم كيفاش نديرو له. الوغ هاي ليك الكراميل تاعنا، شوفوا كيفاش ولا هذاك السكر كيفاش تحرق. هاوليك ولانا كراميل هكذا، راهو دوكا واجد باش نحيه ونحطو في لو مول تاعنا. سا ديبون دو واش تستعملو، اسكو دي مول انديفيديوال ولا ان مول كبير. الوغ نحكم لو مول تاعي هاوليك، نكون حطيتو في ان مول واحد اخر. نصب هنا الكراميل تاعي، نفرغو كامل. نخليه يبرد مليح حتى تولو تشوفوه كي شغل يابس نورمال. نخليه هكا، نخليه يبرد، تحبوا تمشوه شويه هكا باش تجيكم الكريم رونفيرسي تاعكم تجيكم شابه. مشوه هكا فوالا، ونخليه يبرد. الحليب تاعي راهو يبرد،
نروح ليه نروح للحليب تاعي دركا كيبرد باش نكملو لاسويت، نزيدو البيض تاعنا نضربوه ونشوفوه مع بعض. هاكا حاولك الحليب تاعي خليته برد شويه، يعني الا تقدروا تخلوه يبرد مليح سي انكور بوكو ميو، سينو بردوه هكا حركوه بشويه بشويه بالفوي حتى تخرج له هذيك السخانه. هذيك نصبوه هنا في اناء يكون يعني غامق، اون ريسيبيون هكا يكون بروفون. نحكم الحليب تاعي هاولك، او فيه السكر وفيه الفاني كما شفتوا درنا من قبل. نكمل نحرك هكا على دركا. نبدا نزيد حبه بيض كل وحده، قلت لكم 6 حبات بيض كما راكم تشوفوا. هذه الاولى، الا كان البيض تاعكم نعاود كبير راكم ديروا 6 حبات، اذا كان صغير ديروا 7 حبات في اطراء حليب. دونز ان ليتر دو لي نديروا 6 او اسيت، سا ديبون لو فوليوم تاع لوف. هنا البيض تاعي راهو نحطو هنا ونخلط هاد لو ميلونج كامل بالعقل. هذه هي لا كريم انفيرسي تاعنا، نحركها شويه غير بالعقل. اللي يحب يحرك بالباتر تانيك سي بيان، كل واحد واش يحب. تقدروا تحركوا بالباتر، تقدروا تحركوا بالفوي هكا مانيل. المهم والاهم انكم قلت لكم الحليب تخرجوا له هذيك السخانه، ولازم ناكد لكم مليح لازم الحليب نفيضوه، لازم يلحق درجه الغليان. باش علاش؟ باش نتحصلوا على اون بان كريم رونفيرسي او كراميل. فوالا راني خلطته هنا بيان. دركا نحكم لاكريم تاعي، نحكم لو مول اللي حنسربي فيه اللي حطيت فيه الكراميل. هاولي كي يبست او يبس الكراميل، هاكو تشوفو يبس مليح. هنا درت المول تحتو فيه الماء، هاكو تشوفو فيه الماء. علاه؟ باسكو نطيبوه دون زان بان ماري. الماء لازم يلحق بالنص، الماء لازم يلحق للنص تاع المول تاعي، للنص يعني كي تحطوا الماء وتحطوا المول يكون فات النص، دوك ما يبانش حتى نصبوا فوقه لا كريم باش يهبط الماء. الوغ نحكم صفايه ونصب بالعقل لا كريم تاعي. بون جو بريفير نديرها دون ان اوتر ريسيبيون باش ما تسهلش. هكذا بوغ فار ان بون ترافاي نصفيوه باش نحيو كاع هذوك الزوائد تاع الحليب، باش قلت لكم نتحصلوا على اون كريم ليس اون بال كريم. فوالا هذا كاع زياده ما نديروهش، ونروحو دركا نكملو لو طرافاي تاعنا نفرغوها غير بالعقل. Je préfère utiliser la louche. Donc, هنا إذا كان حتستعملوا دي مول انديفيديوال ديروا لا ميم شوز، إذا كان تستعملوا هكذا المول تاع الكيك ولا تاع المسكوتش ولا فوالا، كل واحد واش يحب. نعمر لا كريم تاعي هكذا دوسمون et sûrement
فوالا قلت لكم هتتحصلوا على اون تري بيل كريم رونفيرسي ليس، كي تاكلوها تجيكم رطبه، ويعني سي تان بون ديسير، ما كاش اللي ما يحبوش، يعني تلقاه في اغلبيه تاع لي ريستورون كي تروحوا تاكلوا يقدموا لكم كوم ديسير كريم رونفيرسي وكراميل. انا اليوم حبيت نوريكم الطريقه تاعها. Voilà. C'est ça. Donc, un an, درك راني نشوف بلي الماء طلع لي تري بيان. درك نرفدها بالعقل نديها الفوغ سور ان فو تاع 200 دوغري، نخليها طيب بان ماري كيما راكو تشوفو، حتى تشوفوها حمارت بيان وخدات من بال كولور من الفوق، هي طيب من تحت والفوق او ميم طون وحدها. تما نحيوها خلوها تبرد مليح، كي تبرد حطوها في الفريجيدير تبرد مليح، جامي تقلبوها سور بلاس حتى تبرد مليح. كي تجو حتسربوها تقلبوها باش ما تكسرلكمش وتسيح هذيك الكراميل. دونك جامي نقلبوها وال الكريم تاعنا ماشي بارده بزاف، نخلوها حتى تبرد مليح تشد روحها مليح ومن بعد هذيك قلبوها. انا دوك نروح نطيبها ونشوفوها ان شاء الله كي طيب باذن الله. هاوليك هاي ليك لا كريم رونفيرسي تاعنا راهي طابت، نوريكم كيفاش تعرفوا بلي طابت. نجيب موس كيما كي نديرو لي كيك، ندخلو هكذا نخرج الموس تاعي نلقاه ناشف، الا كان راه خرج ناشف ها نزيد اون اوتر بارتي. هاوليك او ناشف صافي تجي لا كريم تاعي راهي طايبه. نطفي عليها ونحطها تبرد كيما نقولو نورمال، نخليها تبرد. كي تبرد مليح نحطها في الفريجيدير ونخليها تبرد مليح، يفوتوا عليها واحد ربع سوايع باش تقدروا تقلبوها على اون اسيت، سيتادير بور لا رونفيرسي لازم حتى تبرد مليح في الفريجيدير تشد روحها باش تقلبوها. دونك نتلاقاو كي تبرد ونقلبوها ونشوفوها مع بعضنا. الوغ هنا برك عاود وليت لكم، حبيت نفهمكم بلي لا كريم تاعي قبل ما نقلبها انا بور مومون هذا وين حيتها من الفوق. جوست اون بتيت غمارك باسكو تعرفوني نحب نوري كلش لي سكري كامل نعطيهم لكم ما نخبيهمش عليكم، باش ما تقولوليش ما قدرت ما تقلبتلناش ولا. نحب برك نقول لكم بلي كي تبرد ان شاء الله تبرد مليح تنحوها قبل ما تونفيرسيوها في لاسيت، قبل ما تقلبوها هنا بالموس جوزو مليح على الاطراف، جوزو عليهم هكذا. مو انا دوكا راهي سخونه ما نقدرش باش ما نخسرهاش، مي كي تبرد وحدكم جوزو عليها بالموس هكذا على كاع الاطراف ومن بعد هكاك تقدروا تقلبوها. فوالا الوغ هاي ليك لا كريم رونفيرسي تاعنا وكراميل اللي خدمناها، خليتها باتت في الفريجيدير كيما قلت لكم تقدروا تخلوها ربع سوايع للفوق باش تقدروا تقلبوها ولا رونفيرسي كيما شفتوا. هاي ليك تهبط بها بالكراميل تاعها وتقطعوها دي مورسو كيما راكو تشوفوا وتاكلوها. انا هنا نقطع ان مورسو باش تشوفوها. فوالا وديروا لها شويه هذاك الكراميل وتاكلوها. فوالا هذه هي كريم كراميل كريم رونفيرسي وكراميل. نقولكم الى عجبتكم لا فيديو ايمي لا فيديو ايمي ابوني فو سور لا شين اي ميرسي لا بروشين ان شاء الله.